السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هناخد شويه فوكابولري، شويه فوكابولري مهم جدا من فوكابولري التاسيس، ونبدا مع بعض ان شاء الله على طول. اول حاجه هناخدها هي كلمه بارم. بارم او باتم هو الجزء الاسفل من شيء. اوكي، الانسان مثلا الجزء الاسفل منه بارم، والجزء الاعلى عكسها طبعا كلمه توب. توب توب بنقول top مش top، لا top 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 خلاص. واحنا قلنا قبل كده ان الاول قصيره بتنطق top top top. اوكي، مثال the bottom of my shoes has a hole in it. نقراها كده the bottom of my shoes has a hole in it، يعني فيها ثقب. اوكي، طيب في idiom برضو هنا او زي مثل كده بنقوله، خلينا نخش في الموضوع على طول. Let's get to the bottom of it. Let's get to the bottom of it. خلينا نخش في صلب الموضوع. ولما تكون عايز بتشتغل على حاجة وعايز تخلصها تجيب آخرها تقول Let's get to the bottom of something. يعني Let's finish working on something. Okay؟ يعني خلينا نخلص الحاجة دي. احنا بدأنا في حاجة ويلا بينا نخلصها مع بعض. Okay؟ So the first word هنا bottom والopposite بتاعها أو عكسها top. اوكي، الكلمة التانية معانا النهاردة هي كلمة clever. clever معناها ماهر، ماهر عنده مهارات معينة في حاجة. اوكي، وعكسها كلمة thick. thick يعني متأخر المهارات العقلية. كلمة thick كمان ممكن تيجي بمعنى سمك الشيء. سمك الشيء، لو عندي مثلا عمود من الحديد او ازاز بقول السمك بتاعه thick. thick it's thick، ده سميك. اوكي، طبعا كلمة thick ايضا بتيجي بعكس معنى clever، معناها متأخر المهارات العقلية، وليها معنى ايضا دارج هو كلمة naive. نقولها مع بعض كده naive. اوكي، ناخد الامثلة بتاعتنا. he is clever in math. he is clever in math يعني هو جيد او ماهر في الرياضيات. طيب this bar is so thick، العمود ده سميك. thick there is a thick glass on the table. there is thick glass on the table، في زجاج سميك على الترابيزة. okay so clever and the opposite والعكس بتاعها thick or naive. thick احنا قلنا ليها معنيين، متأخر المهارات العقلية يبقى عكسها clever. تمام، okay، و مرادف لكلمة thick هو كلمة naive. بعد كده عندنا cruel. cruel يعني قاسي، شخص قاسي عديم الرحمة، ما عندوش مشاعر. okay example the cruel man yelled at his sister. the cruel man yelled at his sister، اللي هو الرجل القاسي العنيف عديم الرحمة صرخ في أخته. كلمة yell yell y-e-l-l yell means shout يعني يصرخ. yelled 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 at his sister. خلاص، دايما بنقول هنا yelled at his sister مش at his sister، لان طبعا عندنا ال h من ال weak forms in English اللي مش بننطقها بشكل قوي خلاص، وبتبقى من الصيغ الضعيفة ال weak forms اللي هي المقاطع اللي بيبقى في صوتنا فيها منخفض خالص، فبنقول the cruel man yelled at his sister. okay the next word finally. كلمة finally، finally ما نقولش finally. الايه هنا من الحاجات اللي بنسميها in English schwa sound. schwa sound يعني الصوت الضعيف اللي مش بننطقه، فما لقيش حد يقول لي finally، لا finally finally finally. okay كلمة finally طبعا معناها في النهاية. اوكي، مفيدة جدا لما نيجي نرتب اي موضوع او نكتب ميل، نقول firstly بداية، secondly تاني حاجة، thirdly تالت شيء، وفي الاخر نقول finally. example firstly I wake up، secondly I ate breakfast، thirdly I get dressed، finally I go to work. الاول انا صحيت من النوم، بعد كده فطرت، بعد كده لبست، بعد كده رحت الشغل. لو انت في ميتنج
وعايز تقول في النهاية أنا أحب إن أنا أبارك لكل الناس على النجاح العظيم ده. في آخر المشروع، في آخر السنة، الشركة بتاعتك حققت أرباح. فدي جملة مفيدة جدا في الميتينجز، تقول Finally I want to congratulate everyone on this great success. في النهاية عايز أهني أو أبارك لكل الناس على النجاح العظيم ده. كلمة congratulate ننطقها مع بعض كده، congratulate congratulate. لما تبقى في كلمة كبيرة حاول تقسمها للمقاطع، congratulate everyone on، congratulate on يبارك على، on this great success. كلمة success معناها النجاح، success. لو رجعنا القواعد اللي احنا قلناها قبل كده في النطق، فانت عندك success it has two c's، يعني فيها حرفين c. الاولانية تنطق suck يعني k k k k، التانية س س س success success، علشان السي التانية وراها اي فتنطق سي، اما السي الاولى مش وراها اي فتنطق كي. successful شخص ناجح، he is successful هو شخص ناجح. كلمة اللي بعد كده كلمة admit، كلمة admit يقر او يعترف بذنب عمله بحاجة عملها. example he finally admitted he made a mistake، he finally admitted he made a mistake. وطبعا ممكن لو هننطقها American he finally admitted admitted he made a mistake، هو اخيرا اعترف ان هو عمل خطأ. طبعا لاحظوا احنا هنا admitted هنا in the past simple في الماضي، يبقى admitted he made اقر انه فعل خطأ او ارتكب خطأ. طبعا المدارس لغات لما نيجي نقدم لأولادنا فيها بتبقى في حاجة اسمها قبول الطفل، جلسة كده عشان يقبلوا فيها الطفل في المدرسة، دي اسمها admission 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 اللي هي القبول أو الاعتراف. كلمة اللي بعد كده معانا هي hide، hide تصريفها hide hid hid معناها يختفي أو يختبئ، الماضي بتاعها hid وتصريف الثالث hid. example The kid hid and the other children looked for him. الطفل استخبى and the other children والأطفال التانيين looked for him. looked for him بحثوا عنه. عارفين استغماية؟ الطفل استخبى بقية الأطفال looked for him بحثوا عنه. looked for بحث عن. مثال I'm looking for my keys بدور على مفاتيحي. I'm looking for a job بدور على وظيفة. looking for looking for. لما تيجي تقول for ما تقولش for، لا for I'm looking for a job I'm looking for a job. تمام، نطق بسرعة. الكلمة اللي بعد كده طبعا احنا في الكلمة دي قلنا the kid hid، kid يعني child طفل، جمعها kids وجمع child children، وقلنا the other children الأطفال الآخرين، كلمة other معناها الآخرين بجرها اسم جمع. طب لو عايز أقول الآخر أقول another another. تمام، طب لو عايز أقول الآخرين من غير ما أقول الاسم، يعني احنا قلنا فوق other be other children، يبقى others بس مش محتاج أكتب وراها children. ناخد مثال one boy hid another boy looked for him، ولد استخبى وولد آخر another boy another boy. Some people like Samsung, other people like iPhone. بعض الناس بتحب تلفونات السامسونج، other people والناس الأخرى like iPhone. يبقى other جه هنا وراها اسم جمع people. Some people like Samsung, others like iPhone. Others هنا من غير اسم جمع عشان فيها s، others اللي فيها الاسم مجيش وراها الاسم الجمع ولكنها بتعود على الاسم الجمع اللي في اول الكلام اللي هو هنا people. نكمل hunt، كلمة hunt معناها يصطاد. the lion was hunted by the hunter the lion was hunted by the hunter. الاسد تم اصطياده بواسطة الصياد. في برضو مصطلح عندي اسمه job hunting، البحث عن وظيفة، لما شخص يكون بيدور على وظيفة بيعتبر بيصطاد الوظيفة. job hunting البحث عن وظيفة. كلمة اللي بعد كده كلمة lot، كلمة مشهورة طبعا a lot of كتير من a lot of people like عمرو دياب، ناس كتير بتحب عمرو دياب. a lot of
بيجي وراها كمية وبيجي وراها عدد. يعني ممكن أقول a lot of sugar, a lot of people. a lot of بتساوي many و much، بس many بيجي وراها عدد بس، much بيجي وراها كمية فقط. يعني many people and much sugar. الكلمة اللي بعد كده كلمة middle، middle اللي هي middle، بس مفيش حد بيقول middle. الأمريكانز يقولوها middle، middle. Have you ever heard about the middle age crisis? Have you ever heard about middle age crisis? What the meaning of middle age crisis? Middle age crisis معناها أزمة منتصف العمر. الشخص لما يوصل 40 سنة يبقى فيه أزمة، تبتدي يسأل أسئلة وجودية، أنا مين؟ أنا هنا ليه؟ هكمل حياتي إزاي؟ اسمها middle age crisis. Crisis أزمة. Have you ever heard about middle age crisis? Yes, I have. No, I haven't. أيوة سمعت. لا ما سمعتش. كلمة اللي بعد كده moment. Moment مش moment، لا moment. Moment لحظة. عايز تقول واحد اعذرني معلش لحظة واحدة وجاي لك. Excuse me for a moment please. Excuse me for a moment please. بعد إذنك لحظة من فضلك. Just a moment please. Just a moment please. لحظة من فضلك. تمام. كلمة اللي بعد كده pleased. مسرور. I'm very pleased to meet you. ودي فورمال. لما اقول لحد انا مسرور بلقائك، لما يكون في الشغل المدير او شخص بتعرف عليه حد في البيزنس، ما اقولوش nice to meet you، لا بقول له I'm very pleased to meet you. كلمة اللي بعد كده reply. In reply to your email on 4th September 2021. في رد على ايميلك بتاريخ 4 سبتمبر 2021. تمام. يبقى كلمة reply ما نفعش اقولها replay، عشان replay اعادة اللعبة. لما يكون في ماتش ودخل جون ويعيدوا اللعبة اسمها replay، هنحط بعد ال LA عشان play يلعب، تبقى replay اعادة اللعب. اما هنا reply reply reply. الكلمة اللي بعد كده safe. آمن او مطمئن. I hope you're safe. I hope you're safe. اتمنى انك بخير، آمن مطمئن. تمام. كلمة اللي بعد كده promise. I promise I will buy you a laptop. بوعدك. كلمة promise معناها يوعد. I promise I will buy you a laptop. وطبعا الناس اللي بتاخد advanced grammar عارفين ان كلمة promise من الكلمات بيجي معاها will. I promise I will. اوعدك اني هعمل، اني هعمل لك كذا. trick يخدع. American has a game in Halloween called trick or treat. يعني الامريكان ليهم لعبه مشهوره جدا في عيد الهالوين اسمها تريك اور تريت. تريك اور تريت تلاقي الاطفال بييجوا كده يوم الهالوين خبطوا على البيوت ومعاهم زي سله صغنونه كده ويخبطوا على الناس، اول ما يفتحوا يقولوا تريك اور تريت، يعني نعمل لك خدعه ولا تدينا عاديه. كلمه تريت اكراميه او عاديه. تريك اور تريت. اوكي. ذا نيكست وورد ويل. ويل بخير او جيد. I hope you're well. اتمنى انك تكون بخير. طبعا نفرق ما بين كلمة well و will. كلمة will سوف، دي بتاعت المستقبل. اي كلمة فيها اي بتنطق مفتوحة شوية، واي كلمة فيها اي بتنطق مكسورة. هنقول well بخير، will سوف. نفس المثال هنا set. set يظبط، جاي منها كلمة settings. settings مش settings، لا الاعدادات اسمها settings. settings. اما كلمة sit يجلس، يبقى sat يضبط، sit يجلس. ده كان كل حاجة في فيديو النهاردة. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.